like comment سير سبسكرايب هقتلكم استركم هموتكم باي. حط اللايك. كتير بيدوروا على محلول تنظيف ماكينات القهوة الإسبريسو، ده سائل إزالة الترسبات الكلاسية والرواسب المعدنية الموجودة في المية المستخدمة في تحضير مشروبات القهوة اللي بتترسب على سطح السخان الداخلي وبتسبب تغير في طعم ودرجة حرارة القهوة وتلف السخان الداخلي للمكنة أو التسبب في انسداد دورة المية. محلول التنظيف ده صالح للاستخدام لجميع ماكينات القهوة المنزلية والمتخصصة، معد خصيصا للصيانة الدورية لماكينات القهوة سواء البودر أو الكبسولات. المحلول ده بيزيل الترسبات سريعا دون التأثير على الأجزاء الداخلية للمكنة، مصنوع من مواد خام طبيعية، يعني المحلول ده آمن. المحلول ده بيجمع بين عمليات التنظيف الفعالة لإزالة الترسبات واستعادة حالة الماكينة كالجديدة. سعره 50 جنيه، جايباه من سترونج كوفي ومتوفر في سترونج كوفي، ممكن تشتروه منه أونلاين أو تتواصلوا مع سترونج كوفي عن طريق أرقام تليفوناتهم ويتشحن ليكم لحد بيتكم بمصاريف شحن، أو تتوجه لفرع سترونج كوفي وتشتري منهم مباشرة من غير أي مصاريف شحن. ظهر لكم دلوقتي على الشاشة كل عناوين وأرقام تليفونات سترونج كوفي للتواصل معهم. هو مكان محترم جدا لبيع كل ما يخص القهوة من أدوات، معدات، مكن قهوة، باودر أو بينز. وزي ما قلت لكم ان سائل الترسبات ده سعره 50 جنيه، ما ينفعش ابدا ان انت تهمل في عدم تنظيف الدوري للمكنة بتاعتك، وإلا هتبوظ منك وهتقلل من عمرها الافتراضي وهتعرضها لأعطال كتيرة. لكن الاهتمام بيها والاهتمام بتنظيفها كل فترة فده بيطول من العمر الافتراضي للمكنة. العبوة دي 100 ملي. طريقة استخدام المحلول وطريقة تنظيف مكنة القهوة بمحلول التنظيف منزلة بي ليكم فيديو على القناة عملي. حط اللايك. ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو حط اللايك. ايه ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.